السلام عليكم، حياكم الله شبابين وشبابات، تحتكم اليوم بمقطع جديد. كنت جالس انا وعبد الله قبل شوي ولاحظت اننا نقول يا ساتر مره كثير، فقررت ان نسوي عليها مقطع، نطالع مقطع ونشوف يعني ما حد فاهم شيء صح؟ راح نتابع مقطع والمقطع هذا فيه يا ساتر مره كثير. عرفت كيف؟ اي لا واضحه الفكره. اللي يقول يا ساتر خسران. مو خسران. ها يا ساتر. انا قلت يا ساتر الحين والله. خسران. خسران ما ياكل ويشرب مده شهر. خلاص بالخسران خلاص شهر كامل ما ياكل ولا يشرب. تم. وكيف نعرف؟ راح يكون في بث مباشر شهر كامل. قناه خاصه كذا، قناه الالعاب موجوده تحت، حياكم الله. قاعد انزل فيها. عبد الله شارك فيها ممتازه، ما انام الليل انا اشوف 4-5 مقاطع القناه، ما فيها ما فيديو. فحياكم الله هناك قناه الالعاب موجوده تحت، رابطها. وما بقي لنا شيء عبد الله على 500,000 ما شاء الله، كلها ان شاء الله 30,000 الشهر ذا باذن الله. اليوم الشهر ذا الشهر ذا ان شاء الله نجيب 30,000 ومبروك. الله يبارك فيك. نص مليون تصير. ها ايه يلا ما لنا، خلاص تغير علينا خلاص. فالحين راح نبدا، واللي يقول يا ساتر 5 مرات كم مره شرحت الفيديو. فنبدا الحين، واذا انت عندك كلمه دائما تقولها حاول انك تطالع فيديو معانا وبدون شراكه. هذه حلوه والله، حلوه مره. بس ما كملت الا الشرح. نبدا المقطع. يا ساتر. بس 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 3 مرات لك. ها لي 3 مرات. لي 3 مرات. ما 3 مرات. طيب وانا 5. هذا بس مقدمه الظاهر، بعدين يبدا. ايه الظاهر. ايه يلا تموت حتى الضحك. ها يا الله يا بس هذه رهيبه، ودي اخذها والله. رهيبه والله. كذا قلت الواحد نكته وما ضحك. لا لا عندي واحدة أحلى. شوف أنا رجع، إذا سوينا تحدي الضحك والخسران بيدفع 5,000. حلو. هذا إيش هذا؟ عند البحر الشاطئ. بس هذا متلوث، عرفت اللي فيه مثلا نفط ولا فيه شيء، عرفت متلوث مع الرمل فيحدث ال يعجبني انك ملم في كل موضوع. CO لا اخترط مع ال 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 اي اي ها ال 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 اخترط ما يصير زي كذا. اي لا مع ال ال اي اي اثنين، في ترى في ال اي في اي خلناها ذاك اليوم. اي ال ال اي مع ال CO يخترطوا مع بعض يصير في ترجع. شوف شوف ترجع. لا 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 ما ترجع. قلت يا ساتر والله والله قلتها ما تخسر والله ما تحسب حبيبي. خلاص قلبها ترامبولين مو ترامبولين. ترامبولين وش ترامبولين ذي؟ وش الكلمه هذه؟ ترامبولين هذيك الا صح؟ لا ترامبولين وش الكلمه ذي؟ الظاهر هذيك ترامبولين. والله ترى ما ادري، قلت الكلمه هذه جت كذا بعقلي. لا والله موقف غريب ترى. الا هذيك زي سكاي زون هذول. والله ما ادري ترى، هذه كلمه جت ببالي وقلتها، ما ادري هي صح غلط. اوه هذا قاعد يعلق. هذا مشارك معنا ترى من المسابقة. رهيبة صح؟ والله حلوة. قال نايس. والله حلو حلو والله. عرفت هذيك لما تدور كيف تسوي كذي؟ يمديك تسوي حركات مرة كثير. في برضو هذيك عرفتها عشان تنتبه معاي. اوكي. عرفت هذيك الفخار؟ ايوه ايوه والله هذيك جيد هذيك. هذاك يدور يدور يدور. اول كان يوم كنت في المتوسط المدرس حق الفنية قال كل واحد يسوي فخار تمام؟ كنت تنتبه معي هو كذا لازم هذا زر الانتباه زر التنبيهات يا شباب. اللي ما اشترك بالقناة ما سوى زر التنبيهات طريقة حديثة زر التنبيهات. هو الاستاذ المتوسط حقي قال لي نبغى فخار، كل واحد يجيب فخار زي كذا. اي صح اخبر المتوسط ثاني او ثالث كان في درس عن الفخار. ما كنا نسولف. المهم اي انا داري بس هو نفس الكتاب. يا قليل الحياة. ان قال كل واحد يسوي فخار لنفسه. اي يجيب فخار يسوي. ايه يسوي. الحمد لله رحت شريت واحد جاهز. فخار جاهز. اي والله جاهز. يا الله. الواحد في المخ عليك كم كم ليش؟ لان الواحد يعني انا بالله ما لاحظ. وشو؟ ما لاحظ ان هذه والله ما اذكر بس اني اذكر اني رحت شريت المكتبه وديته. الواحد ليش في عصر السرعه؟ انا والله رحت شريت الفخار يجيك كذا كذا عرفت؟ اي نفسي سويت. لا شريته انا وسويت. شريت الطين. شريت الطين هذا. اي اي الكيس ذا وسويت معين فعاليات كذا تغرق شوي بمويه شوي. ما ادري انا شريت ذا جاهز. نسيت هذا، المهم تغرق شوي بمويه وتقعد. سويت انا كوب. انا كان عندنا بس هو ابريق. ابريق مره صح. الحمد لله عشان كذا شريت. قالوا سووا اي شيء عرفت، سووا اي شكل. سووا ذيك الفخار اللي كذا وهكذا. الحين طبعا ما ادري احط لكم الشكل النهائي للفخار اللي سواه بالشاشه. مره ما هو عندي. عبد الله محاولتين 3 محاولات نبدا.
انت كم محاضره اتوقع يقولون كم الفيديو اي منتهى قلت لها اجيك وتخليك تدري ايش يبغالها؟ يبغالها هذيك الاسهم وتعطيها تصويب تعطيها بالنص 50 صادق والله هذا ايش هذا؟ صابون؟ لا بخار ياس انا قاعد اتذكر الكلمة حقتها نفس الفكرة بغيت اقول اوه بس قلت يا ساتر الحمد لله يا ساتر ها تحسب نفسي انا قلت زي كذا في البداية تحسب اخيك خط مو خطين خط يس اذا قلت مرة ثانية انا قلت السخاف هذه لازم نحارب انت دور هذا اي يا اخي لي فترة ادور هذا نخليه هنا ان شاء الله اي واحد سخيف سخيف على طول اسمع نخليه هنا شوي نسوي كذا ليش المهن هذه الطويلة يعني حتى اللي بيقول سخافة قدها هرب خلها بيدي عرفت اي سخافة بس اذا انت قلت سخافة تعطيني اياها هذا قاوك وجبني عرفته البانكيك اتوقع هذا نار الحين بيقلبه ويصير وجه اوه كويس اللي قلتوه ما قلت كلمة ثانية مرة حلوة صح مرة لعب لعب والله يبغانا نجربها اوه والله ترى كلمه ببالي الحين ودي اقولها هذا شكل انستغرام قديم ها عاد حسابك في انستغرام يقولون ايش اسمه حسابي في انستغرام والله ترى انت ما تسهل حبيبي التسويق انا حسابي نوقف حسابي في انستغرام حياكم الله جميع كل يوم انزل صوره هناك كل يوم ينزل اربع صور اوه حق فورتنايت عاد ها ما ظنيتي فورتنايت ترى الا الا والله حق فورتنايت هذا معروف ذا ابو قرن بس هذا موجود في فورتنايت هذا ابو قرن هذا موجود في فورتنايت ها بيتزا بروني والله حقها والله حقها بيتزا والله حقها وقف الروح كمل سويكم فلوق وناكل البيتزا يا شباب ايش رايك ما عجبهم الفكره هنكمل ايش رايك مش نكنسل الفكره ونسوي لهم فلوق واحنا ناكل بيتزا يا اخي والله تخبر وقت لي خلصوا فيديو زي كذا نسوي فيه حركات سلو موشن والله اي صح شوف لو سمحت الحين صرنا زي كذا هذا وش بيعطي كف ساتر ترى حرفيا والله اي شيء يا ساتر اي بس احنا نقولها كذا جوعان انت والله صح؟ والله جوع كم قلنا شهر؟ شهر كامل شهر كامل ما بتاكل ولا بتشرب وكاميرا البث المباشر هذه موترتني ترى راح احطها بالزاويه هنا متوترني والله اما انا راح تكون كذا فوق عرفت هذيك الجو برو ايوه تلبس هذيك تصورك وانت تمشي كذا ايه تجيبها من فوق حلو يصير خلاص انا اسوي كذا حلو حلو خلاص نثبت الموضوع هذا وانت ايش رايك بدال حقك مو هنا نسويها بعد جو برو يصير اذا خسرت شوف شوف رغم الصعاب الا انها مبتسم الله اسمع بهفك لا لا والله والله ما ما والله خفيفه والله هذا حتى ما عنده نهايه فيديو حتى هو قاعد يطالع المقطع واحنا قاعد نطالع المقطع اللي هو قاعد يطالعه ويعلق عليه خلص فيديو يعطيه العافيه الله يعطيها العافيه ظرفنا ظرف طيب ارحب يا محمد احنا على بالنا ترى هذا فيديو تجميع يعني واحد جمع حرفيا واضح احنا فيك صح؟ والله تصدقي واضح اوه رسمها دكتور يا شغل يا ساتر صارت انت الحين صح؟ اي بس والله نكمل الفيديو والله 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 نكمل اوكي لما رجع خبيته اسطورة لا لا حاطه في اللين حاطه في شو اسمه في اللين هذاك عرفت النايلون اي هو حول القزاز الى نايلون قزاز حول النايلون يعني هو الموضوع كت بس انه هل مثلا راح ال ايه هل مثلا راح الورشه وقال شيل هذه بس بصور فيديو لا ابو رياض ها نزل الدريجه تحت ليش طلعت غبي ابو رياض نزل الدريجه تحت لا وقفها صح؟ لا ممكن عادي عادي هذا ممكن لا ايزي يطب فيه يعني؟ سبورة قاعد يصمم لك بيت كم
كمل كمل. ايش هذا؟ اوه طلعت مهب والله خدعني والله. لا 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 هذا استهبال. وقفها صح؟ اي والله في البدايه كوكس. اصبر شوف التحريات ها؟ طالع شوف شوف الظل اختفى الظل شوف شوف هنا هنا شوف الظل هنا اختفى. هذه ايش رسمها يعني؟ ايوه رسمها على الطاولة؟ ايه كفو هذا انا وربي كفو هذا الكلام وربي حقها ذاك الاكل والله انك صادق. ايوه يا اخي رهيب بس ايش كيف سواها كذا؟ اي 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 رهيب الشنطة حقتك يا حبيب. اوكي اسمعك يلا ها مقطع اسمه احمد بسم الله يلا بسم الله بس يسكر الكاميرات ابو احمد. اكتب الكلمه حقتك اللي دائما تقولها وكم مره قلتها يعني اكتب الكلمه يعني زهق فهمت سين؟ ايوه ايوه انسى الكلمه حقتنا يعني مثلا يا ساتر تقول مثلا تقول دائما واو اذا قلت واو وانت تشوف هذا الفيديو فاكتب انا خسرت فاكتب واو في الكلمه اللي دائما اقولها واو وكم مره قلتها في الفيديو او انت خسرت انت فزت واللي ما يكتب اجيب البيكات سلام